ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانتم بتشوفوا الفيديو النهارده، الفيديو النهارده هيكون حلو جدا وهتحبوه قوي، علشان كلكم طلبتوه مني وكل البنات سألتني على الروتين المسائي، انا بعمل ايه قبل ما انام لبشرتي، او انا عموما بعمل ايه قبل ما انام. فلو انتم مهتمين تعرفوا كملوا الفيديو للاخر، وما تنسوش توصلوا الفيديو ده 500 لايك علشان تشجعوني انزل فيديوهات تانية، وما تنسوش تشتركوا بالقناة لو انتم اول مرة تشوفوني، وتفعلوا الجرس علشان ينجيلكوا اي اشعار بالفيديوهات. وكمان ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، هسيب لكم اللينك في اول كومنت مثبت. بس كده كملوا الفيديو. اول حاجه اعذروني لو في اصوات بره، طبعا انتوا عارفين ان في الدور الثاني فالاصوات بتبقى بره، حاساها معايا في الفيديو، فركزوا معايا. دلوقتي اول حاجه احنا لازم ننضف بشرتنا، يعني احنا بشرتنا لو انت لسه جايه من بره حاطه مكياج، حاطه اي حاجه، لازم تشيليها باي ميك اب ريموفر. في جارنيه حلو جدا الناس كلها بتشكر فيه، بس انا بصراحه مش بستخدمه لان انا عمري ما حطيت فول ميك اب، فعشان كده مش عندي حوار اللي انا يعني لازم وزيل ميك اب وكده. وتاني حاجه معانا هي الغسول، لازم نغسل بشرتنا بغسول كويس ومناسب لبشرتك، يعني انت لو بشرتك دهنيه لازم يبقى فيه غسول للبشره الدهنيه. فانا بستخدم غسول بيوديرما علشان انا بشرتي جافه، فالغسول ده تحفه جدا، عملت لكم ريفيو عنه هو والمرطب، فانا هسيب لكم الفيديو في شاشه النهايه عشان تتفرجوا على الريفيو كامل. طبعا انت هو بيبقى لونه ازرق والغطا بتاعه لونه ابيض كده، انا بشرتي جافه وحساسه فعشان كده جبت المرطب ده. طبعا انت لازم تبلي وشك ميه وبعد كده تحطي الغسول. هروح ابلي وشي واجيلكم. انا بقى انت الاول بتبلي بشرتك وبعد كده بتحطي الغسول على ايدك وبتبتدي تعملي حركات دائريه. هو طبعا شفاف مش بيبان بس ومش بيرغي قوي علشان البشره الحساسه ما تتاثرش بالريحه والرغوه اللي فيه. فانا بقى ايه بعمله كده في وشي. طبعا انتوا شايفين ان هو بدا يرغي بسيط كده، وتركزي على المناطق اللي هي فيها رؤوس ودهون، وانا بقى هروح اشطف وشي واجيلكم. خلاص احنا كده يعني غسلنا وشنا، طبعا كل حاجه اتشالت. عايزه اقول لكم ان المرطب ده جميل جدا للبشره الحساسه والجافه، فانصحكم بيه. بيوديرما حلو وغالي شويه بس حلو ابن الناس، يعني ما بينشفش البشره خالص، وكمان الغسول مش بيحرق في البشره لان هو ما فيهوش اي كحولات او اي عطور علشان البشره الحساسه. دلوقتي احنا بقى هنستخدم المرطب، لازم المرطب. طبعا وانتي بتغسلي وشك لازم ما تنسيش تغسلي اسنانك، لان ده طبعا قبل النوم لازم تغسلي اسنانك كويس قبل ما تنامي باي حاجه عندك. بس انصحك ان هو كلوز اب حلو وريحته حلوه وبتفضل ثابته شويه في السنان، فتحسي ان انتي نفسك منتعش كده وداخله تنامي فريش. دلوقتي بقى هنحط المرطب. المرطب اهو هو تقيل، يعني هو تحسيه البشره الجافه، فعلا البشره الجافه، فما بتحتاجيش منه كتير، فبتاخدي حته زي كده وتوزعيها على وشك كله. تقيله يعني هي بتكفي الوش جدا، وطبعا الكميه دي بتقعد فتره طويله. طبعا انت بتعملي يعني بحركات كده دائريه، متركزه برضو على المنطقه دي لان المنطقه دي عندي بتجف جدا، والحتت دي. وانتوا بتحطوا الكريم لازم تحطوه من تحت لفوق كده وبحركات دائريه من تحت لفوق وجوه. طبعا هنا كده المنطقه دي برضو تعملوا كده، بس كده هو بيتشرب بسرعه جدا وترطيبه تحفه، بيفضل مرطب طول اليوم، فانتي مش بتحتاجي تحطي اي حاجه غير هو مره واحده. مثلا انا بحطه بالليل يعني، بس يا اما الصبح قوي يا اول ما اصحى، وساعات بستبدل يعني، هو بحطه مره في اليوم هو الغسول، ومره تانية يعني لو استخدمته بالليل او الصبح هستخدم بقى الصابونه. صابونه دوف حلوه جدا برضو، وعامله زي الغسول ومرطب مع بعض، فانا بستخدم دول في مره والصابونه لوحدها في مره. دي بقى لمنطقه الشفايف. الشفايف محتاجه ترطيب، لازم اي مرطب كويس، اي ليب بالم عندك لونها حلوه جدا واماندا، بس لونها انا بفضلها اكتر. وكمان انا بستخدم اللي هي تناكل اللي هي الكوريه دي،
جبتها في مشتريات قبل كده، هسيب لكم الفيديو في شاشة النهاية. بتسيب لمعة حلوة جدا ولون جميل جدا، فانا انصحكم ان انتوا تجيبوا الليب بالم دي، تدوروا عليها اي حتة، هي بتتباع اونلاين وبتتباع على جوميا، انا كنت جايبها من جوميا وهسيب لكم المشتريات. نسيت اقول لكم ان انتوا لازم تسرحوا شعركم كويس جدا، يعني مرة قبل ما تناموا، المرة دي لازم تبقى كل يوم تسرحي شعرك مرة على الاقل قبل النوم بالذات، لان الحركة دي بتخلي شعرك الدورة الدموية تجري فيه، وطبعا انت بتنامي فشعرك بيطلع. وانصحك ان انت تستخدمي اللي هو المشط الخشب ده، خشب كده بيبقى تحسيه ناعم جدا، تقريبا بيقولوا عليه شجر زيتون حاجة كده، بيبقى ناعم على الشعر مش بيوقعه جامد. فانصحك انت تسرحي شعرك بكده، وتستخدمي التوك الخفيفة اللي ما وهي بتقع وانت نايمة، ما تشدش شعرك كله فتوقعه، يعني التوك الصغننة دي بتبقى حلوة في انها مش ما توقعش شعرك، يعني تحافظ عليه. يبقى دلوقتي لايدينا ورجلينا، لازم ايدينا نرطبها برضو كويس جدا. في تقدري تستخدمي بنسينول، معرفش باين ولا ايه، تستخدمي بنسينول عادي، وممكن تستخدمي كربامير، وممكن تستخدمي نيفيا. طبعا الناس اللي بتستخدم ده على وشها غلط جدا، ما ينفعش تستخدموه على وشكم لان تقيل جدا على البشره. انا طبعا بشرتي كانت جافه وحاولت ان انا احط منه بس لقيته تقيل برضو جدا، فما ينفعش. يعني لازم تستخدمي غسول طبي زي بيوديرما او لاروش حسب بقى بشرتك ايه. لو بشرتك دهنية تقدري تستخدمي غسول لاروش بوزي او غسول جارنيه، حلو جدا بيفتح البشرة كويس، ما بتستخدمه حلو جدا معاها، فليك البدايل كتير جدا. فاهم حاجة برضو ان انت ترطبي ايدك. انا هستخدم نيفيا، يعني نيفيا حلو يعني كميته حلوة. طبعا انت بتحطيه وبترطبي عادي جدا، وتهتمي ان انت ترطبي على طول المنطقه دي، لان المنطقه دي بتغمق لانها جافه، فلازم ان انت ترطبي العقل دي كويس جدا علشان لما بتجف بتسود وبتغمق منك. طبعا انت بتغسلي مواعين مش عارف ايه، بتحسي ان ضوافرك بقى بتتكسر، فلازم ان انت تمشي برده المرطب ده على ضوافرك وعلى ايدك كده. احنا خلصنا الايدين. طبعا احنا لازم ننام ريحتنا كويسة، فلازم تحطي اي مخمرية او اي مزيل عرق، اي بادي سبلاش او بادي ميست. انا بحب البادي ميست ده جدا من فيكتوريا سيكريت، كنت جايباه برضو في نفس الفيديو بتاع المشتريات، هسيبه لكم طبعا الفيديو ده لان فيه حاجات كتير هتفيدكم. طبعا لازم ترشي حاجة ريحتها حلوة، انا بحب اللي هي دي اللي هي اكوا كيس. طبعا احنا كده خلصنا كل حاجة، فضل حاجة واحدة بس، هي ترطيب رجلك برضو لازم ترطبيها. ممكن تستخدمي كربميد او بنسينول زي الايدك بالظبط، يا اما لو انت عندك اللي هو الكريم الاحمر بتاع كعب الغزال او اللي هو كعب الهوانم اسمه كده، حلو جدا بيحمر الرجل كده وبيديها لون حلو وكمان بيرطبها، فانت ممكن تستخدمي اي حاجة. دلوقتي بقى نيجي للهالات السوداء. البنات اللي بتشتكي من الهالات السوداء تقدروا تستخدموا زيت اللوز الحلو ده، جميل جدا، انا بستخدمه قبل النوم. طبعا ما ينفعش تنزلي بيه الصبح خالص، بس احسن حاجه ان انت تحطي منه نقط بسيطه، والناس اللي بشرتها جافه قوي برده ممكن تستخدمه على المناطق اللي بتجف قوي. طبعا هو بيفتح جدا، يعني لحسه صغننه زي كده، وبتحطيها كده بالطبطبه تحت عينك من جوه لبره بالطبطبه كده. الحركه دي كل يوم هتمنع الهالات السوداء وهتقللها جدا. المنطقه دي بيظهر فيها هالات لانها ما بتبقاش مترطبه كويس، فانت لازم ترطبيها كل يوم قبل النوم كده، بتصحي تلاقيها ناعمه جدا المنطقه دي. طبعا انا عشان عندي الناس اللي بيبقى عندها سواد هنا، ده بيبقى نتيجه جفاف، فانت تحطي حوالين الفم من هنا من اللي هو زيت اللوز ده، لو لقيتي مثلا هنا حبه زياده ممكن توزعيهم هنا في المناطق الجافه قوي، لان هي بترطب جدا وكمان بتمنع السواد ده مع الايام، يعني مع الاستمرار. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. هو فيديو بسيط بس بنات كتير، في بنات في سن المراهقه لسه ما تعرفش اي حاجه عن العنايه بالبشره، ما تعرفش اي حاجه في الموضوع ده، فانا حبيت ان انا اطلع معاكم وانصحكم. يا رب لو عجبك الفيديو تنسيش لايك ليا، وتشجعيني كده بكومنت حلو عشان انا مستنيه ارائكم في الفيديو. ولو حابين اعمل لكم فيديو روتين صباحي الصبح اللي انا بعمله الصبح، اكتبولي في الكومنتات
وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، هسيب لكم اللينك في اول كومنت. وبس كده، على السلامه.